السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح الانوار. نتمنى ان شاء الله تكون على خير وبخير. كما كتشوفوا باقي الظلام، فقنا بكري اليوم شحال دابا 7:45. كما كتشوفوا ان شاء الله اليوم ناويين نهبطوا ديستيناسيون لكازا. باغي نمشي لايكيا، باغي نمشي لبزاف د البلايص اللي في كازا كنتقدا منهم. راه ملي بديت ملي سكنت تقريبا في الدار، وانا تقريبا كل ويكاند كنهبط ناخذ حاجه. وبغيت ان شاء الله اليوم نشارك معكم هذا الفلوغ، كنا غادي ندوز نشارك معكم بلايص زوينين، نشارك معكم الهميزات، نشارك معكم كاع داكشي اللي نتوما كتبغيو وكت ما كتكونوش عارفين فين تلقاوهم. دونك اول حاجه كنبداو بها القهوه اختي، القهوه القهوه اول حاجه نبداو بها هي القهوه. بليا شكون اللي بحالي تقول لي انا. دونك بالنسبه للقهوه بزاف كيسولوني، ان شاء الله في شي فيديو نهضر لكم عليها اكزاكت، ونهضر مع على لي كابسول اللي زوينين، نهضر على كلشي ان شاء الله. دونك نشدو القهوه ديالنا وعاد نمشيو على بركه الله. بالنسبه للفطور ما غنقدروش نفطر، نشربو قهوه ونفطرو في الطريق ان شاء الله. وكما داز النهار غادي نشارك معكم ان شاء الله، غيكون نهار زوين وغنشارك معكم فيه بزاف د الحوايج ان شاء الله يا ربي. من اول هميزات ديال ايكيا وهي وقفنا قدامه هو فطور تقليدي بالنسبه للناس اللي هكا يبغوا يجيو يفطروا ان شاء الله عادي يكملوا لا جورني ديالهم. كما كتشوفوا فطور تقليدي، عندك الخبز، حرشات، بار، بيضه مسلوقه، زيت الزيتون، جبن، اتاي او لا حساء بشير، يعني الحسوه ب10 دراهم ولا غلى على مسكين. دونك غادي ان شاء الله ندخلوا نفطروا وعاد ان شاء الله نكملوا الجوله ديالنا. بنات كما كتشوفوا بالنسبه لايكيا لي بري ديالها اللي يسولوني، كاين حميزات اللي هما زوينين وكاين الغلا، كاين حوايج غاليين وكاين حوايج رخاص. دونك خصك تجي واحد نص نهار دوري وتقلبي تقلبي باش تلقاي الميزات. راه جيت وقايا ويلا زكينه سربي باش حيت مازال تابعنا بزاف د الحوايج. دونك غادي نشارك معكم الحاجه اللي حتبان لي رخيصه غادي نشاركها معكم، الحاجه اللي راها غاليه راها غاليه. دونك انا معكم يلا راه جيت وقايا يلا. دونك انتما معنا البنات، نشارك معكم اختي، نشارك معكم الهميزات للناس اللي باغيين ان شاء الله الويكند يجيو. Thank you.
البنات هادو هما اللي خديت انا في بالنسبه لي رونجمون ديال الروج هادي كاع لي بات اي حاجه ديال رونجمون هادو هما اللي خديت. وكم راه كان المره اللي فاتت خديت ثلاثه دابا ناخذ ثلاثه كم راه كناخذ شويه باش ما تبقاش قاصحه هكا تبقى وحده راه كيدور 25 درهم وأراك دابا الدوران هادي أكيا ديال تحت الفوق تعطيك غير لي موديل بيوتات ناس كوزينات أي حاجة تحت على بالك كتعطيك لي موديل ديالها الفوق كتهبطي لتحت باش تلقاي لي ديتاي كاملين كاع دوك لي بياس لي نتي شفتي الفوق كتهبطي لتحت كتلقايهم ولكن خصك تدوري وتقلبي تقلبي 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 منعاود ليكمش شو بحال هاد لي طاب هاد لي طاب لي أنا عاجبيني شحال دايرة ليهم 249 درهم اي حاجه البنات تطيح لكم على بالكم تلقاوها دونك خصكم غير تبقاش وتقلاب والرجلين جو لابسي سبادريات تكوني سبور باش تجري البنات كما كتشوفو جينا نشوفو هاي كريات حيت باقي ناقصني كريات في لي صالون وعجبني هدا ويلا بغيتي القياس غناخد هدا لي فيه الميلوار لي داخل فيه الميلوار شوية دونك نتمنى ان شاء الله هدا زوينين نبقا نتحمل كوني وكذلك غادي ناخد طويلة ديالهم باش ندير سلامونجي ديال الضياف الفوق حيت ندير سلامونجي هكا الفوق ندير هدا كبيدات كيما كتشوفوا يلا دخلنا للدار عيينا تخسخنا دقدقنا ولكن داز نهار زوين خديت بزاف الحوايج ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم النص في هذا لا فيديو والنص غادي يكون في الفيديو الماجي ان شاء الله وهو انها غادي نشارك معكم شنو شريت من ايكيا شنو شريت شنو الهميزات اللي خديت نشارك معكم حتى الاثمنه اللي صراحه في المتناول ماشي شي حاجه غاليه غادي نشارك معكم شنو انا زدت انا جربت قبل خديت هادشي اللي خديت تقريبا راه خديت اللي قبل ومشيت زدت والدتي من وضع الحيحة دونك كندوز دابا نشارك معكم الهميزات ونشارك معكم شنو خديت ونشارك معكم كل شيء ان شاء الله وما تنساونيش بلي لايك بلي كومونتير باش نزيد هكا ما نبقاش نعكز فما نشوف لي كومونتير زوينين نزيد نبارطاجي ما نعكش نبقى نقول راه كاين البنات كيتسناوني كاين دي كومونتير كيتسناوني غادي نشوفهم دونك ندوز دابا نسول لكم ان شاء الله شنو خديت الوغ بالنسبه لايكيا شنو الهميزات اللي فيهم رخيص كيما شاركت معكم في الفيديو ايكيا مرخيصاش كاين فيها الرخيص وكاين فيها الغالي لي شي حوايج غاليين بزاف الا بغيتي تاخديهم من برا وكاين شي حوايج اللي هميزات تاخديهم بعينك مغمضين ما تلقايهمش زعما رخاص هكا من غير ايكيا كله تقريبا واخده قبل غير مشيت زدت لا كونتيتي لان في المره الاولى فاش مشيت ايكيا خديت غير هكا خديت جوج ثلاثه من الحاجه ولكن دابا ملي مشيت خديت اكثر من داكشي اللي كنت باغا لان عرفت راسي ما غنلقاهمش في بلاصه اخرى وغنستعملهم يعني محتاجاهم دونك كما تشوفوا هاد لي بول ديال الزاج كنت خديت دجاج جوج وزدت واحد هادو دايرين وقيله شي
15 درهم او 16 درهم واش هذا تاخذيه ب 15 درهم ما يمكنش. الوغ خديت هاد ستيلات كما كتشوفوا ديجا واخده منهم جوج وزدت جوج. خديت هادو العصير الماء الحليب اي حاجه اي حاجه وصرتو دابا مع رمضان ان شاء الله. خديت هاد لي بو هاد لي بو ديجا كنت واخده جوج في الدوغي وزدت دابا جوج دوغي وخديت لارجونتي لارجونتي حيت نحتاج لارجونتي حتى هو. هاد القراعي خديت ثلاثه منهم المره الفايته هادو دايرين 25 درهم غزالين. خديت هذاك لاناب كما كتشوفوا هاد المرايات درتهم في كوان كافي وفاش شاركت معكم بالستوري كلشي دخل تيسولني. هادو دايرين 169 درهم البواطه فيها 10 المرايات الدوغي في لارجونتي في البرونز. دونك زدت انا بواطه لان مازال نستعملها في بلاصه اخرى ان شاء الله نشاركها معكم. هادي ديال لي سيرفيات حتى هي زدت وحده. هادي خديتها ديال البيض حتى هي لقيتها رخيصه خديتها. هادي كيسان 6 الكيسان هادو هادوك الكيسان اللي كانوا شحال هادي كنت خديت 6 قبل وزدت 6 جات ماما قالت لي علاش ما خديتيش 6 اخرين كملي 12. وهادو المقالي بصراحه المقالي غزالين ثقال وطيفان والومنيوم زوينين هادو بجوج دايرين 69 درهم دونك راه رخاص. خديت هادي كندير بها لا سيباراسيون خديت 4 هادي يلاه ركبها راجلي باش نوريها لكم. هادي درتها في لا سيباراسيون ما بين الماعن في البلاكارات باش هكا كنستغل تحت وكنستغل هكا الفوق بلا بها كتستغلي غير التحت والفوق لا. هادي البنات ان شاء الله من بعد نشارك معكم شنو درت بهم. هادو دي رونجمون ديال العطريه كنت خديت 3 ودابا زدت وحده باش نكمل 4. وهادو ديال العطريه البنات خديتهم هادو هما غنيين على التعريف ما كاينش اللي كيمشي لايكي وما كياخذهمش 4 دايرين شي 40 درهم وقيله ولا 39 درهم. هادو ان شاء الله هما اللي غادي نغونجيهم تما في هادوك لي رونجمون ديال العطريه. خديت هادي ثقيله هادي كتجي بهاد الشكل ديزيطاجير هكا 4. هادي ان شاء الله بغيت نديرها في لاكويزين نديرها الخضره البطاطا البصله داكشي بغيتها تبقى هكا حدايا. خديت هاد الايطاجير هي اللي انا خديتها دايرها في كوان كافي. خديت هادي ان شاء الله غادي حتى هي عندها بلاصتها غادي نشاركها معكم. هادو حتى هما ديال خوامي باللعبات ديالهم حتى هما لقيناهم رخاص الميزات صراحه والله الا الميزات. هادو ما تاخذوهمش بداك الثمن فشي بلاصه اخرى. خديت هادو لوليداتي ما بغيتش ناخذ ديال الخشب حتى يكرفصوهم ليا. خديت هادو بحال هكا هادو يقدروا ياكلوهم يقدروا يكتبوا فيهم يقدروا يلونوا فيهم يقدروا يحطوا الطابلات تليفون بيسي يعني اي حاجه. هذه كتجي هكا فوق ركابي كتلقوا رجيلاتهم هنا كتجي هي هكا من الفوق. حاولت الاثمنه نتفكرهم راه هذا الشيء ما غاليش زعما بزاف ولكن زوين. هذه وقيلا شي 70 درهم هذه شويه زايده 70 ومع 80 درهم. لي بو دايرين وقيلا شي 17 ولا 20 ولا ما عقلتش. هادي دايره شي 25 هادي رخيصه حتى هي شي 15 وقيله. هادي دايره 99 درهم الا كنتو تسولوني عليها. البنات كما كتشوفوا حتى هاد المخدات راني خديتهم غزالين ما شاء الله. دابا كانوا دايرين ليهم شحال اما 89 ولا 99 غزالين رطيطين واهرين. خديت هاد اللوين جوج هاد اللوين هاد اللوين بهذاك الباج غادي الكري غادي الكراميل ما عرفتش داك اللون بالضبط. وخديت هذا جاي هكا بحال شكل دوغي بحال باج. هادو غادي نديرهم ان شاء الله في بيت الكلاص اللي عندي هنايا لتحت. خديت حتى هو جوج وقلت نعمرهم بعد نشاركهم معكم غزالين البنات. عرفتوا شحال رطيطين اهو. خديت وحده اخرى ديال بيت نعاس في الكري انا نجيبها ونشاركها معكم حتى هي. دونك كما كتشوفوا البنات هذه هي المخده اللي خديت في الكري صراحه غزاله كتجي بهذا الشكل من هنايا ومن هنا بحال هكا. هذه ان شاء الله تكون بيت نعاس لان ان شاء الله غادي نخدم بيت نعاس في لوكري وغادي نشارك معكم باقي بيت نعاس باقي غادي ندقه دقه ان شاء الله فيني وحاجه بحاجه هكا انا غاده ودقه دقه وربي يسهل لان باش ديري كلشي بدقه ما يمكنش كما حيت هذه خصني نحيدها. البنات كذلك خديت هذه كنت لقيتها صراحه في هذا المغازه اللي كنت قديت منه واحد الموبيل تيفيت قديت منه كون لي طاب قديت منه شحال من حاجه عنده داكشي غزال ولقيتها بثمن ناقص بارابور مع كيف كانت قبل. دونك انا نعطيهم بعدا ونشاركهم معكم. البنات كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل من بعد ما حليتها دابا من المونبالاج غزاله صراحه كتجي زوينه بريزونطاسيون ديالها زوين. هذه غادي نخليها نيت هنا فوق البلاك
حدا هاد اللعيبات اللي انا حاطهم هادي نحط فيها التمر زبيب التقاوت باش يبقى يجينا ساهل، لان داكشي راه ضروري خصكم تاكلوه فشاك جو، شويه اللوز شويه الكركاش شويه الزبيب التمر، هادشي راه ضروري تاكلوه كل نهار. انا كنحطو هكا باش كيجينا ساهل، فيما دزتيه هزي وكولي وتقوتي مع راسك صافي. هادشي اللي كاين في المشتريات، ومازال ان شاء الله لا فيديو الجاي غادي نشارك معكم الهميزات الكبار كبار من هادشي ان شاء الله، حوايج زوينين او كلاس دو كلاس ان شاء الله يا ربي يلا يوصلهم لي على خير، حيت عادي يجيبهم لي الكاميو من كازا. دونك هادشي اللي كاين، نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو كان خفيف على قلوبكم، حتى الطلب ديالكم كتبغيو تعرفوا الهميزات المشتريات الاثمنه باش نتوما كتمشيو كتكونوا عارفين شنو باغيين تاخذوا. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو المجال يكون زوين ان شاء الله، ما نشارك معكم فيه حوايج زوينين ان شاء الله يا ربي. باي باي، في امان الله.